ازيك؟ اسمك حبيبي؟ عاصم الجبال. عاصم؟ عاصم حسن الجبال. عاصم حسن الجبال، شغال ايه؟ شغال عامل ايه؟ عامل هنا في المزرعة. ايه مهمتك؟ انت شايف ماسك صفيحة وعصاية بطبل على الوصف. وبتطبل على الـ على, الـ على الصفيحة ليه؟ الأصفر بينزل ياكل الرز. العصافير؟ اه العصافير بياكلوا الرز، رز التجارب. اه رز التجارب. فانت بتعمل كده بتلف من امتى لامتى يا عم؟ من الصبح لاخر النهار بالشكل ده. بالشكل ده بت 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 رايح جاي، رايح جاي بلف على الوصف. يعني من هناك لحد هنا كده. لحد هنا. كل يوم. كل يوم. انت موظف في البحوث؟ كنت موظف اتحلت على المعاش. يعني كنت موظف في مركز البحوث. اه واتحلت على المعاش. اتحلت على المعاش فشغال بالاجر. وشغال بتاخد قد ايه؟ 30 جنيه يومي. اليوم؟ اه 30 جنيه يومي رايح جاي. رايح جاي من الصبح لكام لكام؟ من كام باجي هنا 5 الفجر. 5 الفجر عشان العصفور بينزل بدري، يعني عايز ياكل. للساعة كام؟ بينزل الصبح 5. ايوه للساعة كام؟ من 5 الصبح للساعة كام؟ لحد الظهر. لا ما احنا دلوقتي يعني بعد العصر، قربنا بعد العصر. اه يعني انت من انت بتبدا 5. بتروح امتى؟ بروح اتغدى واجي تاني. اه بتتغدى وتيجي تاني. شويه بترجع باجي الساعه 2، اكون الساعه 2. اه بتكون هنا وتكمل بقى. اه اكمل لحد الساعه 6. لحد الساعه 6 المغرب. اه رايح جاي. رايح. قول لي بقى انت يعني اسرتك ايه؟ اسرتي في البيت. مكون من الاسره مكون من ايه؟ من كام؟ يعني معايا بنتين ولد. بنتين ولد متجوزين. ربنا يديك الصحه ويحفظك يا رب. الله يخليك. انت بقى رايح جاي بتعمل ايه بالظبط؟ عشان العصفور. ايوه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ فرجني بتعمل ايه؟ يعني بطبل عشان العصفور. طيب بتطبل كده عشان العصفور. اه عشان العصفور ما ينزلش. طيب شكرا حبيبي. العفو يا باشا.